بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل يجمع بقى عندنا النهاردة سواء كان كبير أو صغير، رجالة أو ستات، موضوعنا النهاردة يهم كل بيت، يهم كل أسرة. موضوعنا النهاردة بنتكلم على مشكلة صحية تقريبا بقت ترند في العالم كله، بنتكلم على موضوع السمنة. والسمنة بقت أكتر من مجرد شكل، السمنة بقت مرض بيأثر على أمراض كتير. السمنة زي ما احنا عارفين دلوقتي ان هي يعني ضغط وسكر. الارقام بتقول في مصر ان 70% من حالات الوفاة سببها الضغط والسكر الناتج عن السمنة. طب يا ترى هنعمل ايه للسمنة؟ السمنة مش بس ضغط وسكر، السمنة كمان مشاكل قلب، مشاكل كلى، السمنة كمان مشاكل على الفقرات، مشاكل في خشونة الركبة، حدث ولا حرج في مشاكل السمنة وزيادة الوزن. وأنظمة لإنقاص الوزن كتيرة جدا، ناس كتير بتروح في الدايت ما بين النظام الكيتو وما بين نظام الصيام المتقطع وأنظمة الدايت المتوازن وأكل وشرب وأدوية، وحدث ولا حرج الفضائيات مليانة كتير جدا جدا جدا، ووصولا بالعمليات الجراحية. ورقم أنا اتخضيت منه بصراحة لما نلاقي إن الأرقام بتقول إن في مصر بس أكتر من 30,000 عملية جراحة للسمنة في سنة واحدة، رقم كبير جدا بالنسبة للعمليات الجراحية. عشان إيه؟ عشان السمنة. إذن إحنا بنتكلم على مشكلة خطيرة، بنتكلم على مشكلة ناس كتير بتحاول فيها وبتحاول إن هي تقدر تتخلص منها، ولكن الإجابة الصادمة لنا كلنا مش عارف أخس. مش عارف أخس هو موضوعنا النهاردة في حلقة جديدة من لا بأس. مش عارف أخس حاولنا نكون يكون هو عنوان الحلقة النهاردة، لأنه بالفعل أمر واقع ناس كتير بتعيشه، ناس حاولت كتير وفعلا ما قدرتش. يا ترى ده حقيقة؟ يا ترى ايه السبب؟ يا ترى ليه الناس كده؟ يا ترى ليه الناس بتحاول وما بتنجحش؟ ايه سبب الفشل وايه سبب ان فعلا الناس ما بتقدرش تخسر كتير من وزنها على الرغم من اتباع نظام غذائي؟ عشان نقدر نناقش هذا الموضوع لازم يكون معانا اهل التخصص، احد اعلام تخصص التغذية العلاجية، شخص صديقي العزيز اللي انا يعني بحب جدا وجوده معانا في حلقاتنا في برنامجنا لا بأس. القيمة والقامة الكبيرة في علم السمنة والتغذية العلاجية، الدكتور محمد خيري استشاري التغذية العلاجية ومشاكل السمنة. أهلا بيك دكتور. أهلا محمد. بيك يا دكتور علي، ومتشكر يعني. شرفنا دايما جميل. دايما احنا بنسعد دايما بلقاء حضرتك. شرف لي معانا في برنامجنا لا بأس. احنا حاولنا نختار موضوعنا النهاردة مش عارف أخس، لكن قبل ما نبدأ حلقتنا مع حضرتك خلينا نوجه السادة المشاهدين اللي عنده أي سؤال أو استفسار خاص بموضوع حلقتنا النهاردة. هنكون معاكم على مدار الحلقة، الأرقام هتكون رهن إشارتكم، تقدر تتواصل مباشرة معانا وما تنساش هاشتاج برنامج لا بأس، ممكن تتواصل معانا عبر رسالة أو كومنت، إن شاء الله بإذن الله هنكون في تواصل مباشر معي. كمان سؤال اللي بنطرحه دايما عودنا حضراتكم عليه، سؤال تويتر. سؤال تويتر اللي دكتور محمد احنا بنطرحه على السادة المشاهدين، وهو في اعتقادك ما هي اهم اسباب فشل البعض في انظمة التخسيس؟ هل هو الاستعداد الوراثي؟ هل هو اغفال الرياضة؟ هل هو اتباع نظام خاطئ؟ ولا اذا كان في اي تعليق اخر يضاف؟ طبعا هنستنى ان شاء الله باذن الله اجابة السادة المشاهدين في نهاية هذه الحلقة. تمام دكتور محمد، رأيك الناس مش عارفة تخس ليه؟ والله في اسباب كتير جدا يا دكتور علي، يمكن اشاره طبعا الكونفليكت او التداخل او يعني يمكن انتشار المعلومات بشكل كبير جدا وانتشارها السريع قوي، يعني احنا في زمن السوشيال ميديا او الترندنج او
يعني للاسف المعلومات بتنتشر بسرعه كبيره جدا. فالنهارده انا عارف معلومه من جروب معين، النهارده عارف معلومه من ويب سايت معين، النهارده انا عارف في النهايه انا بنفذ ايه. يعني من احد بالزبط. الاسباب اللي يعني بنقول خطيره جدا اللي بتاثر فشل الدايت او نجاح اي حد انه ينجح في عمل برنامج ويوصل الوزن المثالي، انه ما يكونش على اساس علمي او على يعني ارض صلبه او على يعني منظومه متكامله. فده يمكن من احد الاسباب الكتير جدا. دكتور محمد، في كلمه كده مشهوره في علم الدايت، في علم التغذيه العلاجيه، الحقيقه احنا مش هقول لك الناس العامه، لا احنا كمان كدكاتره لما بنسمعها بيجي لنا كده صدمه منها شويه، نتعقد منها شويه في حساباتها، وده يا ترى ده قد ايه منها وده قد ايه منها، وهو السعرات الحراريه. تمام. كلمه كده تقيله شويه يقول لك ده في سعرات حراريه كتير بلاش منه، ده في سعرات حراريه قليله خلينا نكتر منه. يمكن ده سبب برضو كبير جدا لفشل الرجيم. حاجه يعني تايتل كبيره احنا بنسميه هوس السعرات، زي ما بالزبط. في حاجه اسمها هوس الدايت او هوس الرجيم، في حاجه اسمها هوس السعرات. المفروض انا كشخص زايد في الوزن او عايز اخس او نفسي اوصل الوزن المثالي ما ركزش في السعرات خالص. هل مطلوب مني انا كشخص عادي، بلاش انا كدكتور وحضرتك كدكتور، لا كشخص عادي احد الساده المشاهدين، ان انا ابقى فاهم اصلا السعرات الحراريه وعارفها، ولا لما بلجا لتخصص زي حضرتك، حضرتك كفيل ان انت تقدر تغطي لي هذه النقطه؟ للاسف المعرفه الزايده قد تؤدي الى عدم نجاح الدايت، لان احنا ما بنعتمدش اصلا في نجاح برامج الدايت على حساب السعرات بس، حساب السعرات بيبقى واحد من المنظومه العلاجيه مش كل المنظومه بشكل كبير. انا كشخص عادي مش مفروض او مطلوب مني ان انا اعرف كل السعرات في كل اكل انا باكله، سواء حصص النشويات او البروتين او الدهون، او مش مطلوب مني خالص. المفروض ان انا ابقى اوير، يعني عندي علم بشكل كبير، لكن مش مطالب مني ان انا كشخص عادي اكون عارف السعرات في كل انواع الاكل. الاعداد مجهز لنا تقرير عن السعرات الحراريه، عايزين نسمعه وناخد تعليق حضرتك كده عليه. أوكي. برضو للساده المشاهدين نسمع. أوكي. التقرير. السعر الحراري او الكالوري هو وحده الطاقه الغذائيه، ويشير إلى الطاقة التي يحصل عليها الأشخاص من الطعام والشراب المتناول والمستخدمة في النشاط البدني والوظائف الأساسية في الجسم، مثل التنفس والتفكير والمشي والحديث وتناول الطعام، كما يعرف بأنه كمية الطاقة التي تلزم لرفع درجة حرارة كيلوغرام واحد من الماء بمقدار درجة مئوية واحدة. وتختلف احتياجات الأفراد اليومية من السعرات الحرارية وفقا لعدة عوامل كالجنس والطول والعمر والوزن والحالة الصحية والنشاط البدني. وعند تناول كمية سعرات حرارية أكبر من الكمية اللازمة للشخص، يتم تخزينها على شكل دهون في الجسم. وهناك العديد من الطرق التي يمكن من خلالها حساب السعرات الحرارية اليومية اللازمة، ومنها معادلة هاريس بندكت. وبشكل عام يمكن خسارة ما يتراوح بين نصف كيلوغرام إلى كيلوغرام واحد أسبوعيا عند تقليل ما بين 500 إلى 1000 سعر حراري من السعرات الكلية التي تم حسابها بالطرق المختصة لذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه ليست هناك حمية غذائية مناسبة لجميع الأشخاص، ولذلك ينصح قبل البدء بحمية غذائية لخسارة الوزن بمراجعة استشاري التغذية لبناء خطة غذائية واقعية وصحية تأخذ بعين الاعتبار التاريخ المرضي للشخص ونمط حياته واختياراته وتفضيلاته الشخصية. دكتور محمد، تعليق حضرتك ايه على السعرات الحراريه؟ والله طبعا تقرير جميل جدا، ولكن بس احنا هنصحح معلومه. هو السعر الحراري يعني وحده الطاقه، يعني اللازمه لرفع درجه حراره جرام واحد من الميه درجه واحده سيليزيه، ده وحده السعر الحراري. التقرير طبعا في مجمل ممتاز جدا، ولكن احنا بنقول يعني هو فقدان كيلو جرام من الدهون يعادل 7700 سعر حراري. فقدان كيلو جرام من الدهون في الأسبوع يعادل 7700 سعر حراري. ده بيحصل إزاي؟ بيحصل لو أنا زي ما التقرير قال عن طريق هاريس بندكت إكويشن، أن أنا بحسب متوسط استهلاك الشخص العادي الطبيعي
عن طريق حاجه اسمها الهيستوري او 24 كول هيستوري او استدعاء اغذاء 24 ساعه بحسب متوسط سعراته. لو انا عملت ريستريكت من 500 ل 800 ل 1000 سعر حراري، ده في نهايه الاسبوع على حسب اجمالي الشخص دوت هيوصلنا لايه، ممكن نفقد كيلو او كيلو ونص دهون خلال الاسبوع. طبعا تقرير شافي ووافي، واجمل جزء فيه الجزء الاخير جدا، يعني بحيي الاعداد على الجزء ده، ان مفيش حاجه اسمها دايت بيصلح لكل الناس، وده طبعا التوبك بتاعنا او يعني الجول بتاعنا ده ان ذا فوكس، يعني ده في يعني في التركيز كويس جدا. يعني هل حضرتك بتعتبر ان حساب السعرات الحراريه جزء اساسي في نظام اي دايت، ولا في بعض الانظمه الغذائيه اللي ممكن ما تعتمدش فيها على حساب السعرات الحراريه؟ على حسب برامج الرجيم والمده اللي الواحد ماشي فيها على دايت. يعني انا في اسابيع معينه ممكن الاسبوع السابع او الثامن او التاسع انا ببقى في نطاق السعرات. يعني انا شخص مثلا بياخد، المفروض انا اعمل له برنامج 1800 سعر حراري في الاسبوع، وصلنا الاسبوع الثامن ودخل في حاجه اسمها البلاتو او ثبات الوزن مع الدايت، بنعمل حاجه اسمها تدوير سعري او حاجه اسمها تدوير سعرات، بنعلي شويه في السعرات في يوم وشويه تاني بنقلل. لكن جنرالي السعرات واحد من الحاجات الاساسيه جدا في نجاح اي برنامج غذائي، ولكن واحد من خمس او ست عناصر تانيه، مش العامل الواحد، مش كل طبعا. بالظبط كده. طيب خلينا ننتقل لفقرات حلقتنا النهارده، وهنبدا بالفقره الاولى معانا وهي فقره صوره وتعليق. خلينا نبدا مع حضرتك بصوره وتعليق. تمام، هناخد صوره وناخد تعليق حضرتك في خلال دقيقه ونص. اوكي. دكتور محمد، انا اصلا مبسوط، حضرتك عايزني اخس ليه؟ والله دي الصورة دي ممكن في بعض الشباب، ولكن يمكن 2021 يا دكتور علي الايمج دي اتغيرت شوية. يعني يمكن من 10 سنين 15 سنة 30 وارد جدا، وده كنا بنلاقيه كتير قوي، وانا مبسوط وما عنديش مشاكل، وكانت فعلا في شريحة كبيرة جدا من يمكن الشباب او حتى كبار السن كده يعني، ويمكن كان حتى في موروث زمان ان التخن ده عزوة وحاجة كويسة. حاليا لا، ما اعتقدش، مع السوشيال ميديا وزمن انتشار المعلومه السريع ان حد ممكن يبقى راضي بالحكايه دي قوي. لو انتظرنا ممكن يعاني من مشاكل صحيه طبعا، حتى لو انا مبسوط. بالظبط، هيحصل له مشاكل كتير جدا. عايزين نوصل رساله ان احنا نقول ان لو انتظرت وانت مبسوط ممكن قدام هيبقى عندك بالظبط مشاكل مرضيه كتير جدا. فلا ما تفرحش دلوقتي. صح كده؟ بالظبط. تمام، طب نشوف اللي بعدها. الصورة التانية، عايز أخس بسرعة، في كده؟ والله يمكن ده شريحة كبيرة جدا من الناس، أول ما خلاص ما بيبقى في المشكلة وخلاص عايز ينزل، يعني خلاص ده بيبقى هدف سريع. ولكن طبعا لما بيوصل لمتخصص ونبتدي نعمل سيت أب أو نبتدي ننظم الدنيا ونحط إيدنا على المشكلة بعد التقييم وعمل فحوصات طبية اللازمة، ونقنعه إن النزول السريع دوت هيعمل له مشاكل مرضية، يمكن أشهرها على الإطلاق الرجوع السريع. يعني اشهر يعني ايزي كم ايزي جو، هخس بسرعه هرجع تاني بسرعه. احنا بنعمل عمليه تعديل للسلوك الغذائي، الهدف منه ان انا انزل نزول اعرف احافظ عليه. يعني الفكره كلها عايز اخس بسرعه، دي هدف عام، لكن في الحقيقه لا، التخسيس بسرعه بيعمل مشاكل كتير جدا. طب رايك ايه للساده المشاهدين لما بيكون في اعلان لاحد الزملاء او اعلان على النت، هتخس معانا 20 كيلو في شهر، هتخس معانا 15 كيلو في شهر، حضرتك بتحدد عدد الكيلوات اللي هيخسها المريض؟ يعني في انظمه كده؟ في افريج عالمي ده مشهور يعني في كل المنظمات البحثيه، بنقول من 4 ل 6 ل 8 كيلو في الشهر. يعني اخر تقرير منظمه الصحه العالميه بيقول 4 ل 6 كيلو في الشهر، ده معدل النزول الامن والمقبول. الامن، الامن يعني والمقبول، يعني في معدل امن طبعا للنزول. 4 ل 6 كيلو في الشهر، ازيد من كده احنا دخلنا في اريا خطر شويه او اريا دينجر شويه. ناخد الاستاذ فهد. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. عندي سؤال يا دكتور. اتفضل يا فندم. استفسار، انا عندي رجل كبير في السن. اتفضل مع حضرتك، سامعينك يا فندم. طيب عنده زياده في الوزن. تمام. وعنده طبعا يمكن سوى قبل كذا ربط المعده ونقص شويه بعدين رجع الوزن. المشكله الحين عنده انزلاق. تمام. الفقرتين. بعدين سالته اليوم قلت ايش المشكله؟ يقول اروح مثلا الطبيب يقول انت عندك هرمونات، الهرمونات هي المسؤوله عن الزياده في الوزن. فيقول ما ادري، يقول ما لها علاج، يعني هل في هرمونات تزيد الوزن؟ ايش الحل طيب؟ يعني اذا كان في علاج في شيء. حاضر. الوزن حضرتك كام يا استاذ فهد؟ نعم. ها؟ وزن الوالد قد ايه؟ عمره قد ايه؟ الوزن والعمر قد ايه؟
والله ممكن عمره 75 على 78 كيلو. تمام، والوزن كم؟ الوزن ممكن 100 او ممكن 90 ما ادري والله ما قال، بس طب الوزن شويه. هل هو بيمشي على اكل صحي يعني ولا عادي بياكل اللي موجود وخلاص بعد عمليه؟ يعني هو بعد ما عمل العمليه خلاص بياكل عادي ولا منظم اكله؟ منظم اكله، حتى يقول ما اكل يعني اكل يعني يعني قليل. طب بيتحرك في مشي؟ في مشي ولا المشي صعب بالنسبه له؟ صعب عليه ما تمام. يقدر تمام. حتى اقرب قبل يعني يمكن اخذ 10 ايام تعب شويه. تمام يا استاذ سلام، تجاوب على حاضر دكتور هيجاوب على حضرتك فين حاجة. حبيت اسال بالله. حاضر ماشي يا فندم، الف سلامه وشكرا. يعني تقريبا جاي في الصميم يا دكتور. بالظبط، يعني هو طبعا عامل العمر طبعا ومعامل الحركه ليه دور كبير جدا في زياده الوزن، حتى لو بعد العمليه الجراحيه زي ما هو بيقول ربط المعده او التكميم يعني او سليف او ايا كان الاسلوب، ان هو حصل تدخل جراحي في المعده، ولكن المعامل الحركه ليه دور، نوعيات الاكل لها دور تاني. سؤاله فيه هرمونات بتزيد الوزن؟ اه طبعا، طبعا فيه هرمونات كتير جدا، يعني هو المفروض بيعمل حاجه اسمها هرمون البروفايل، حاجه خاصه بالثيروسيمتيك هرمون التي اس اتش والتي 3 والتي 4، ونطمن ان هم في المدى الطبيعي، وبعد كده نحكم اذا كان زياده الوزن نتيجه عامل هرموني او نتيجه السن وقله الحركه. وبرده لازم نراجع نوعيات الاكل مع متخصص. لا يكفي ان انا منظم اكلي، ما هو منظم اكلي هل انا باكل نوعيات الاكل معمول بطريقه صحيه ولا اكل عام بكميات قليله؟ وطبعا بس عايزين ناكد ان فحص الهرمون اكيد لو في مشكله بتتصلح، هتتعالج بالظبط مع برنامج غذائي تاني بناء على الحاله. يعني انا بالزبط. لو لقيت خلل لا قدر الله في الغده الدرقيه او ما شابه، بنبتدي نعمل علاج وبيمشي معها برنامج تغذيه خاص بقى بالمشكله الجديده اللي هي حالات كسل للغده، وباذن الله ربنا يكرمه وينزل يبقى كويس جدا. يعني حتى لو مش قادر يتحرك يا دكتور، حتى لو معامل الحركه قليل، احنا بنقول الرياضه دورها 20% في النزول. يبقى رساله الدكتور محمد للاستاذ فهد، تحليل فحص هرموني كامل ان شاء الله، لو في خلل في احدى الهرمونات يبقى هيتم تصليحه ان شاء الله باذن الله بالعلاجات الدوائيه المصاحبه ليها. رقم 2 ان يبقى في نظام غذائي خاص بالوالد ان شاء الله باذن الله يسمح بانقاص الوزن. تمام، طيب خلينا نكمل فقرتنا. الصوره الثالثه، الاطفال يا دكتور محمد، دلوقتي موضوع الاكل السريع والاطفال، هل في سمنه في الاطفال؟ اه طبعا، ده معامل السمنه في الاطفال يمكن زاد جدا خاصه بعد جائحه كورونا 24/20 الى الان. طبعا لا، وموضوع تغيير اوقات المدارس ونزول الولاد والتمرين والحاجات دي كلها يمكن الموضوع زاد جدا. وحاجه مهمه جدا برضو يعني بلفت نظر كل اولياء الامور والاباء والامهات، ادمان التكنولوجيا عند الاطفال بقى سبب، وسبب قوي جدا لمشاكل بقى، سواء التوحد الاجتماعي، التوحد الفكري، ما اقصدش التوحد كمرض، لا، الانعزال والانخراط في الالعاب الالكترونيه ووسائل التواصل الاجتماعي ومشاهده الفيديوهات على الانترنت. للاسف ده بيشكل دور كبير جدا في ظهور السمنة عند الأطفال، ولازم لازم يعني من سن سنتين لسن ما شاء الله يمكن 16 أو 18 سنة لازم نراجع وزن أطفالنا، وخاصة مع قلنا جائحة كورونا والحظر وقلة الحركة والكلام ده كله. فطبعا لا، سمنة الأطفال يمكن زادت وانتشرت بشكل كبير. يبقى لازم يبقى ده إنذار خطر إنذار خطر جدا، ولازم يعني يبقى فيه يمكن بيسميها يعني جرس خطر عالمي ينذر لا قدر الله، يعني دول او بالظبط يعني دول ركائز المستقبل بالظبط كلهم بالظبط. اللي بعده، الصوره اللي بعدها، بيجي لنا كتير واكيد بيجوا لحضرتك كتير، اديني دواء يسد الشهيه مش عايز اكل. والله راي حضرتك ايه في العلاجات بالذات اللي منتشره جدا في النت والفضائيات؟ والله يعني اي دواء منتشر على الانترنت بلاش منه، يعني احنا بصفه عامه المفروض الطبيب هو اللي المفروض بيوصف دواء بناء على الحاله اللي قدامه. عدا ذلك انا ما ينفعش اخد دواء كده من نفسي ممكن يعمل لي مشاكل في الكبد، مشاكل في الكلى، ياثر لي على الهرمونات المود بتاعتي، هيعمل لي اكتئاب، يعمل لي ضربات قلب سريعه، هيدخلني في مشاكل كتير جدا. الشهيه شيء يعني عن طريق التدريب السلوكي، يعني احنا نقدر نتدرب سلوكيا نقدر نتحكم في الشهيه. الدواء ليه دور، ولكن مش كل الادويه، في بعض الادويه المعينه اللي توصف بناء على تقييم طبي مش في المطلق مش في العام، غالبا ما بيشتغلش على الشهيه. بالظبط كده، غالبا يعني بالظبط. فدي رساله من الدكتور محمد، موضوع سد الشهيه ده يا جماعه بلاش منه خالص خالص إطلاق. خالص، لان احنا شفنا كمان اثار جانبيه كبيره من بعض الادويه الخاصه بالموضوع. احنا ده احنا اسمح لي يعني بس بعد ما نخلص الفقره هنتكلم في جزء خاص شويه بالشهيه وازاي نعمل عليه كنترول ان شاء الله رب العالمين. اخر صوره معانا، الصوره ديت
اسمح لي يا دكتور محمد، ناس كتير بتقول انا حاولت في انظمه غذائيه كتير، لا انا هعمل جراحه، الجراحه بتجيب من الاخر. والله يا دكتور علي، الحالات الجراحيه ليها انديكيشنز على حسب يعني المنظمات العلميه. اي شخص بيعاني من حاجه اسمها سمنه مفرطه، يعني مؤشر كتله الجسم عنده اكتر من 40، ببساطه حد فوق ال 140 كيلو، شخص وزنه الطبيعي فوق 140، عنده محاولات كتير جدا في انقاص الوزن وما نجحش، لم يحالفه الحظ في النجاح. تمام. ففي الحاله دي ومعاه بقى بعض الامراض المزمنه، سواء سكر من النوع الاول، سواء ارتفاع في ضغط الدم، سواء دهون الكبد، سواء حصوات في الكلى، سواء ممكن نلجا للاسلوب الجراحي. ما حدش بيقول ان الجراحه مش دور، ولكن اللي احنا نقدر نقوله هنا، مين اللي ينفع يروح يعمل عمليه؟ يعني في ناس سيده مثلا بيبقى وزنها 80 كيلو عايزه تروح تعمل بالزبط. عمليه احنا بنقول حضرتك غير مؤهله او غير مرشحه، وهيحصل لك مشاكل كتير جدا، مشاكل تؤثر على نفسيتك، مشاكل ترهلات الجلد، مشاكل في البشره، سقوط الشعر، هيحصل لك حصوات في المراره. وبنشوف مستشفيات بتقبل ذلك، يعني بالزبط. بنشوف اماكن يعني طبيه بتقبل ذلك يعني. هو ده بس اللي المفروض حضرتك من خلال البرنامج نقوله للناس. تمام. مش كل الناس تصلح للجراحه، في ناس عندهم اوزان كتيره جدا، بنقول ببساطه بلاش معادلات كيميائيه او معادلات علميه صعبه ومؤشر كتله الجسم اللي فوق 140 كيلو وما خسش في خلال سنه او اتنين او ثلاثه وليه محاولات يعني كتير وما نجحش فيها، ده ممكن يلجأ للجراحه. ناخد الاستاذ نوف. الو، السلام عليكم. سلام. الاستاذه نوف. الو، السلام عليكم. الو، عليكم السلام. اهلا وسهلا. اتفضلي. اهلا وسهلا. ممكن اسال الدكتور؟ اتفضلي. الدكتور، هل نقص الحديد يسبب نشاط في الغده؟ في سؤال تاني ليكي؟ نقص الحديد؟ ايه. ده سؤال ماشي اجاوبك عليه. في سؤال تاني؟ وفي ايوه، عندي نشاط في الغدة، ايش يكون العلاج لها؟ يعني بداية نشاط الغدة الدرقية قصدك ولا ايه؟ ايوه نعم، الغدة الدرقية. نشاط عالي ليها يعني؟ قال لي فيها نشاط يعني مرتفع شوية، فأنا عدت التحليل. طيب ما أدري أنت وزنك عامل ايه، زايد ولا وزنك ناقص نحيفة؟ نعم. يعني بدأ ينقص، أنا كمان إني توي ولدت لي شهرين بدأ ينقص. ينقص، طيب ماشي يا أستاذ نوف، أجاوب عليك. حاضر، أجاوب عليك. طب ايش السبب يا دكتور يعني؟ فجأة جاني. حاضر، هجاوب عليكي. حاضر، يعطيك العافية. حاضر. الأستاذة نوف، طبعا الغدة الدرقية طبعا يعني من الحاجات المهمة جدا في الجسم، غدة مهمة جدا مسؤولة عن التمثيل الغذائي للأطعمة، وليها طبعا ثلاث متلازمات كبار جدا. يعني ببساطة مش عايزة يعني تبقى محاضرة علمية، في حالات كسل يعني من الدرجة الأولى برايمري، وفي حاجة اسمها سكندري وحاجة تيرشري، ده جزء اللي هو كسل الغدة الدرقية ينتج عنه السمنة أو زيادة الوزن، ده قصة تانية خالص اسمها الهايبوثيروديزم أو نقص إفراز الغدة الدرقية، ده جزء. الجزء اللي هي بتتكلم فيه نشاط الغدة الدرقية العالي كأسباب مش هتوصلي لسبب معين الغدة بقت نشطة فيه، دي حاجات اسمها ايديوباثيك او يعني ملهاش سبب واضح قوي، ولكن لو يعني مع الفحوصات سواء عملنا الترا ساوند او موجات فحوصيه على الغده، سواء عملنا التحاليل بشكل عام، ممكن نحط ايدينا على سبب معين يعني بالفحوصات الطبيه. لكن انت كشخص عادي، ايه اللي خلى يعني ايه اللي عملتيه خلى الغده يبقى عندها افراط؟ ده ما هتبقى بعيد عنك شويه. العلاج بيبقى سهل جدا، في بعض الادويه اللي بتتاخد بامان جدا مع زميلنا اطباء الغدد بتهدي او بتظبط، بتعمل عمليه توازن ما بين الغده النخاميه اللي هي مسؤوله عن تنظيم الغده الدرقيه. كان لها سؤال، هل الحديد نقص الحديد بيأثر على الغده؟ اطلاقا مفيش علاقه خالص ما بين نقص الحديد وما بين الغده الدرقيه. عايزين ننتقل لقصه معلومه بس، هو يعني كسل الغده الدرقيه بيأثر على نسبه حديد الدم، دي حاجه تانية، لكن النقص الحديد ما عشان بس معلومه تبقى متكامله يعني. طيب اتفضل. دي قصه نجاح حقيقيه مع الدكتور محمد خيري. عايزين نعرف ايه القصه ديت، تحكي لنا سريعا عنها كده في دقيقه ونص كده يا دكتور محمد. والله ده حد يعني صديق لي، يعني طبيب مقيم في المملكه، تحديدا في المدينه المنوره. هو الدكتور كان متابع معايا، يعني الدكتور كان متابع معايا تغذيه علاجيه، وصديقه دوت يمكن شاف الدكتور صديقه خس كويس قوي، فهو تابع معايا اونلاين، عملنا بعض الفحوصات الطبيه وابتدينا ناخد منه تقييم كامل غذائي وطبي، والتزم معانا وربنا كرمنا، يعني وصل من 116 ل 85 كيلو، وتقريبا بالظبط الرقم دوت تقريبا في 3 شهور بالظبط. بالظبط القصه يعني كانت ده بنظام غذائي بس، ما عملش اي حاجه غير نظام غذائي، وكان بيمشي ساعه
كل يوم، وابتدى الموضوع يزيد يمكن وصل ساعة ونص. طبعا تحياته له والدكتور عبد الهادي ورسالة صديقنا. يعني حابين نوصلها للسادة المشاهدين ان النتيجة اللي احنا شايفينها قدامنا دي نظام غذائي فقط. والله والله ما خد، يمكن ربنا يشاهد على يميني، ما خد كبسولة او خد اي نوع دواء ايا كان لموضوع انقاص الوزن. معانا صورة، معانا قصة نجاح تانية. الصورة اللي بعدها برضو ده مهندس جميل جدا، مهندس طيران، من الناس الكويسين جدا. طبيعة عمله بالليل، يعني هو بيشتغل طول الليل وبينام طول النهار، وساب نفسه شوية لحد لما زاد، وربنا كرمنا يمكن النتيجة دي 30 كيلو بالظبط يمكن في 4 شهور. برنامج غذائي وما خدش أي دواء من أي نوع خالص. يعني برضو عايزين نأكد على النظام ده، ان في نظام عدد معين للكيلوات، مش بمشي عشوائي. يعني انت حضرتك ذكرت ان في تخسيس امن، تمام، بخس بنظام معين، تمام، تدريجيا، تمام، بعدد شهور معينه، تمام. مفيش ان انا اخس 20 كيلو في شهر، مفيش ان انا اخس 15 كيلو في شهر وهكذا. بالظبط بالظبط. احنا قلنا طبعا المعدل الامن من 4 ل 6 كيلو في الشهر، ده معدل كويس جدا. في رحله العلاج او رحله انقاص الوزن في بعض الفحوصات الطبيه بنعملها، بنتابع صوره دم كامله، بنتابع وظائف كلى، بنتابع وظائف كبد. الحاجه الاهم الاجهزه اللي هي اللي بتعمل مونيتورنج اجهزه مكونات الجسم، او ما يطلق عليها اللي هو اللقب العام اجهزه الان بودي، دي بتقيس لينا برضو، بتحدد هل النزول في الميه بتاعت الجسم، في الكتله العضليه، في الدهون، والتوزيع بتاع الدهون. وده اسم المونيتورنج سيستم، او اللي هو نظام المراقبه خلال فتره انقاص الوزن. اسئله كتير جايه لحضرتك من الجمهور، فخلينا ننتقل للفقره الثانيه وهي فقره سؤال من الجمهور. اتفضل. دكتور محمد، سؤال من الجمهور، هو هيكون سؤال موجه لحضرتك مباشرة، وعايزين إجابة مختصرة جدا عليه. السؤال الأول، هل يمكن أن يكون سبب فشل أنظمة التخسيس جينيا ووراثيا؟ إحنا عيلتنا كده بنسمعها كتير. حتى لو في سبب جيني للسمنة أو سبب وراثي، أي شخص أيا كان أيا يعني هيخس أيا كان، لو هو عايز، لو هو عنده استعداد، لو هو مشي على المعايير او الشروط الصحيه لبرنامج انقاص وزن ناجح، مفيش مستحيل في انقاص الوزن. وانا اسف يعني في يمكن الجمله دي قلتها كتير جدا، اي شخص يقدر ينجح ويقدر يخس بشكل كويس جدا. تمام. السؤال اللي بعده، اهمال وجبه الافطار، هل يفشل نظام التخسيس؟ اهميتها ايه؟ طيب السؤال ده يمكن ليه شقين، في شق عامي يعني في العامه نقدر نقوله، وليه شق علمي. العامي او اللي احنا بنقوله يعني لو واحد بينزل بسرعه و ممكن ياخر الفطار هينجح في الدايت، مفيش مشكله. العلمي اللي بيهمل وجبه الفطار، معدل حرقه بيقل، ففرص نجاح انقاص الوزن تبقى قليله شويه. الخلاصه، لا، افطر كويس اول ما تصحى، ده هيرفع لك معدل حرق ويخليك تخس بشكل كويس جدا. يعني وجبه الفطار مهمه، مهمه جدا في الموضوع بالظبط. وان كان في شريحه من الناس بيتكلموا في موضوع الصيام المتقطع، وان انا ممكن اصحى وبعدين افطر 12 الظهر، دول قصه تانية خالص، يمكن انا ما بميلش للمدرسه دي بشكل كبير. يعني السؤال اللي بعده، ما هي العلاقه بين شرب الميه وعدم قدرتي على التخسيس؟ ايه العلاقه بقى؟ علاقه وطيده جدا ومهمه جدا. اللي ما بيشربش ميه ما بيخسش، والشرط يا دكتور علي مش في التخسيس ان انا اخس بس، المهم لازم صحتي تبقى كويسه. يعني هو انا بعمل دايت ليه؟ يمكن حضرتك ذكرت في المقدمه السمنه ام الامراض، السمنه ضغط وسكر ومفاصل وعمود فقري وكل حاجه بتبوظ. فانا بعمل برنامج دايت عشان اخس، عشان صحتي تبقى كويسه. طب انا ما شربتش ميه، الكبد ما بيشتغلش كويس، الكلى ما بيشتغلش بشكل كويس، معامل حرق عنده ضعيف، السموم في الجسم موجوده زي ما هي، تخسيسي مش هيؤدي الى الغرض الصحي المفروض اللي انا عايزه. ارتباط الميه بالتخسيس ارتباط وثيق جدا، زي اي حاجتين يعني مرتبطين ببعض. اللي بعده، ينصح دائما بقضاء وقت كافي في كل وجبه، طبعًا مقصود بذلك؟ طبعا ده مهم جدا، ده في علاقه كبيره جدا بين المدغ وبين يعني ثلاث حاجات. اللي بيقعد مثلا بياكل، اللي بياكل بسرعه ده، اولا في هواء بيدخل مع الاكل جوه المعده ومصاب بغازات وانتفاخات ومشاكل كتيره جدا. الحاجه الثانيه، في ريفلكس موجود ما بين المدغ الفك وما بين المخ، المفروض الطبيعي ان انا بقعد من 15 دقيقه لثلث ساعه في الوجبه ذات نفسها.
علميا ده الوقت اللي المعده فيه بتدي شعور للمخ ان انا امتليت خلاص. دقيقه يا دكتور من 18 من 15 دقيقه ل 20 دقيقه ده وقت الميل كلها ساعة. المفروض والمفروض ان انا يعني المفروض بمضغ اللقمه اكتر بيحصلش. يعني الناس كلها بتبلع الاكل وخاصه لو انا قاعد طول اليوم ما باكلش، فطبعا لو خدت وقتي في الاكل المفروض اخس كويس جدا وهشبع بسرعه. تمام، مهم الموضوع جدا ده. جدا طبعا. اللي بعده الرياضة، ما هي علاقة الرياضة بفشل نظام التخسيس؟ طبعا علاقة كبيرة جدا، يعني انا لو ما مشيتش مش هخس كويس، يعني انا لو ما عملتش رياضة. لا، في فرق، انا مش هخس كويس ولا مش هخس خالص. لا انا هخس بتنظيم الاكل، لكن الرياضة بتعمل حاجات تانية يا دكتور علي، يعني الرياضة بتشد الجلد، بتحافظ على الكتلة العضلية، لو انا بتحافظ على معدل الحرق بتاعي، بتحافظ على المود، ده شيء مهم جدا. يعني اي حد بيمشي على دايت ممكن هرمونات المود عنده او السعاده بتقل، وخاصه لو دايت قاسي او ما فيهوش بروتين او، فانا الرياضه لا، ده 90% من نجاح الدايت مرتبط بالرياضه. دورها ايه في نجاح الدايت؟ 20-40%، 20-30%، علميا 80% دايت 20% رياضه، لكن انا الرياضه لا، مهمه جدا. ما فيش حد هتخس بنظام الاكل السوكي بس هتحصل برضو تخسيس مش زي ما انا عايز، ممكن يحصل لي ترهلات في البطن، يحصل لي وشي يبان عليه ان انا مش قد كده، فطبعا لا، الرياضه مرتبطه بالتخسيس مهمه جدا، يعني جدا طبعا جدا. اللي بعده، ارغب في التخسيس بس بحب الاكل. ممكن ناكل ونخس. هو ده سؤال كل الناس والله. هو ممكن ناكل ونخس بس الموضوع يعني يسمح لي ان انا يعني اتطرق فيه شويه لكذا حاجه. حضرتك حب الاكل ماشي، بس حب نفسك اكتر، حب صحتك، حب اولادك، لو انت رب اسره، لو انت ربت اسره. في حاجه يا دكتور علي اسمها الكواليتي اوف لايف، جوده الحياه. ما انا ممكن اكل كتير واتبسط بس حياتي هتبقى سيئه، هعيش مع الدكاتره كتير بعالج امراض. ان الدكاتره كتير بتحرم الناس من الاكل. الحرمان حاجه ضدنا خالص في علم التغذيه الكلينيكي 2021، احنا بنمنع الكلام ده خالص. حضرتك انت هنعمل لك ميديوليشن، تعديل لطريقه الطبخ. يعني انا حضرتك بحب الخضار المسبك، هنعمله لحضرتك في الدايت مسبك بس بطريقه صحيه. بالظبط ده القصد. بحب الرز مش هنمنعك منه، هندي لك كميه معينه بس طريقه الطبخ بتاعته هتبقى بطريقه صحيه. حب الاكل بس حب نفسك اكتر وهتاكل وهتخس برضه. احنا معانا اخر سؤال هنشوفه بس هناخد اجابته بعد الفاصل. السؤال الاخير، اكلي قليل بس حرقي ضعيف. ماشي، المخرج قال ناخد اجابته دلوقتي. اكلي قليل بس حرقي ضعيف، قصه الحرق. هتاكل قليل حرقك هيقل اكتر. يعني انا لو حد بياكل بطريقه معينه ايا كانت الطريقه، ثلاث وجبات، وجبتين، وجبه واحده، ايا كان، وسيستم معين وزاد في الوزن، ده شخص عادي خالص اهو. ابتديت اعمل نظام عشان اخس، قللت اكلي. طب قللت اكلك بنسبه قد ايه؟ 10%، 20%، 30%، 40%. انا باكل مثلا وليكن 10 صوابع محشي، تاني يوم كلت 2. التقليل الجامد ده الطبيعي بتاع جسم البني ادم، معدل الحرق بتاعه هيقل، سلوينج ميتابوليزم. فانت قللت اكلك، الفسيولوجيكال ريسبونس او الاستجابه الطبيعيه بتاعت الجسم بالطبيعي ان انا حرقي هيقل. الاجابه، عايز تخس كويس، كل بنظام، مش بتقليل الاكل او بمنع الاكل. دكتور محمد خيري ضد حاجتين، ضد الحرمان وضد تقليل الاكل. بالظبط كده. مظبوط؟ بالظبط. ناخد فاصل؟ ناخد فاصل شوية؟ خلونا ناخد فاصل ونرجع مع مش عارف اخس. اهلا بكم من جديد. تقدر تخس بدون حرمان، تقدر تخس بدون ما تقلل الاكل، المهم النظام الصحيح. ده مش كلامي، ده كلام الدكتور محمد خيري استشاري التغذية العلاجية. قبل الفاصل، اهلا بيك يا دكتور محمد. اهلا بيك يا دكتور علي، شرفنا دايما وحلقتك دايما دايما مميز، ربنا يحفظك. في سؤال لحضرتك مهم جدا خاص بموضوع التغير اللي بيحصل في الجسم بعد الدايت. هل فعلا بيحصل تغير فسيولوجي وتغير في تركيبة الجسم، بمعنى ان في مثلا المعدة بتبقى متمددة فبتقل، او ان على مستوى المخ مستوى الشهيه وحجمها وكميتها وتقلها بيتغير؟ خلينا ناخد اجابه حضرتك وبعدين ناخد الاستاذه فاطمه معانا. اوكي ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بيك، اتفضلي. انا يا دكتور ما عندي سؤال، بس حابه اتواصل مع الدكتور. طيب هلا. طيب ممكن تسيبي التليفون حضرتك في الكنترول و
ونتواصل معاك. عايز تتواصل معاك لو كتبت اسمي على الفيسبوك هتلاقي تتواصل معايا. اهلا وسهلا. وسيبها التليفون حضرتك واحنا نتواصل معاك بعد الحلقه ان شاء الله. تمام. فخلينا نبدا مع حضرتك بدايه. هل المعده فعلا بتقل حجمها بعد الدايت؟ ده سؤال مهم جدا يا دكتور علي، ويا رب يعني ايه نوصل من خلاله بس يعني ايه بارقه امل للناس. في بعض الناس بيقول لك انا ما بشبعش بسهوله، في بعض الناس على حسب يومهم وعاداتهم لازم ياكل كميه اكل كبيره، سواء طبق مكرونه كبير، سواء مثلا نص فرخه، سواء قطعتين لحمه كبار، سواء طبق خضار كبير، سواء عيش مع رز في نفس الوجبه. فبيبقوا مقتنعين شويه ان هم حجم معدتهم كبير. احنا بنقول المعده بتشتغل يمكن بميكانيزم علمي اسمها ريسبتيف ريلاكسيشن. المعده بتاعتنا الكيس ده اللي بيبقى فيه الاكل بيقوم بعمليات الهضم، مش كيس مصمت يعني هو مش حاجه كده، لا ده هو كيس عضله بتتمدد ليها حجم معين. الحجم ده ممكن بيتضاعف 3 مرات بناء على كميه الاكل اللي رايحه له. بيتحكم فيه حاجه عصبيه او فعل عصبي احنا بنسميه ريسبتيف ريلاكسيشن. انت اللي بتقدر تتحكم في الريفلكس ده، يعني النسيج العصبي المحاوط لهذا العضو هو اللي بيتحكم فيه. انا عودته على كميات اكل كبيره، كل المنظومة الهرمونية العصبية المتصلة بالمخ متحكمة في هذا العضو. بمعنى أنا باكل كمية كبيرة خلاص مخي وهرموناتي وأعصابي متعودة أن أنا هشبع بعد الكمية اللي أنا معود معدتي عليها. طيب الناس اللي بيمشوا على برنامج دايت صح، يعني أنا لما باخد منك تقييم غذائي لحالتك وبعرف أنت بتاكل كمية قد إيه، في أول أسبوع بخفض لك 20-30% من الكمية دي بس، بحيث اعمل عمليه تاهيل لمعدتك ان هي تستوعب او تحافظ على كميات اكل قليله دون التغير في الهرمونات او المنظومه العصبيه بتاعتك. الخلاصه في الموضوع دوت انت البطل في حكايتك في موضوع التخسيس، يعني انت اللي تقدر تتحكم في حجم معدتك من خلال تنظيمك لاكلك، وده طبعا بيبقى بالمتابعه مع المتخصص، وده اللي بينجح برامج الدايت يا دكتور علي. تمام. حد بياكل في اليوم مثلا طبق كبير وثلاث اربع وجبات في اليوم وفجأة يجي يمشي على دايت نديله عينات، طب ما هو حكمة، هو جسمه مش هيتقبل ده. الآلية العصبية المخية اللي هي متعودة على كميات معينة مش هتتقبل ده وهترفضه، وبالتالي نرجع لموضوعنا مش عارف أخس، ما هو مش هيعرف يخس. يبقى حجم المعدة أنت اللي بتقدر تتحكم فيه عن طريق التحكم في كميات ونوعيات الأكل. عشان كده احنا بنقول المتابعة مع متخصص بتبقى أنجح كتير جدا من أنا أجتهد أمشي على برنامج من على الإنترنت، اقع فريسه لشخص او لجروب بيدعي انه متخصص وعالم في التغذيه ويمكن ما عندوش اي شهادات علميه في التغذيه، وهيعمل لي مشاكل نفسيه جسمانيه، تغير هرموني بشع جدا، هتحول لانسان عنده نهم للاكل. اكيد طبعا. يمكن في ميكانيزمات كتير جدا يا دكتور علي، وبعض الانزيمات بتفرز حاجه من اشهرها احنا بنسميها النيوروبوبتايد او البولي نيوروبوبتايد واي، اللي هو بيخلي الانسان اصلا عنده كارب كريفنج مع الحرمان الشديد جدا. فانت حقيقة انا بحييك، وده يمكن من الاسباب الكبيره جدا لعدم نجاح الدايت، اللي هو عدم الخضوع لاليه علميه لبرنامج انقاص وزن، هو ده اللي يمكن بيفشل الرجيم او ما بينجحوش بشكل كبير جدا. وانت جاوبت النهارده او دلوقتي على سؤال حلقتنا مش عارف اخس، الاجابه المتخصص. بالظبط، ده مفتاح النجاح في اي برنامج ومش اي حد، يعني حتى بالزبط. في اسماء كتير ولكن المتخصصين العالمين المطلعين في مجال التغذيه العلاجيه ما همش برضو موجودين بصوره كافيه. بالظبط، ولازم نتاكد يا جماعه، يعني للاسف الميديا يعني روجت لاشخاص والناس مش متخصصين تماما والناس بتمشي وراهم، يعني لازم نتاكد هل الشخص ده حصل على شهاده علميه في هذا المجال اللي بيشغل الناس كلها ولا العلاجة. مجرد هاوي وخلاص يعني. بالظبط. الاعداد دلوقتي طامع من حضرتك، يعني فوجئت ان هم مجهزين لنا وجبه غذائيه قويه جدا من بعض الأغذية، وطالبين مني من الدكتور محمد خيري ان هم يجهزونا، ان حضرتك تجهز لنا وجبة فطار، وجبة غدا، وجبة عشاء في 3 أطباق. ولكن قبل ما ناخد هذه الأطباق معنا سؤالين خاصين من السادة المشاهدين عبر تويتر. هناخد الأسئلة وبعدين نبدأ نجهز الأطباق. السؤال الأول من مغادة، هل لكل عمر رياضة معينة أم لا بأس بأي رياضة لكل الأعمار، وأكل كل الوجبات إلا وجبة العشاء هل يضر أم لا؟ طيب السؤال الأول، الرياضة لكل الأعمار، نوعية الرياضة احنا حاجة بنسميها الشدة، شدة الرياضة وشدة التمارين ونوعية الرياضة بتختلف من شخص لآخر. يعني يمكن كان في متصل في الأول عمر والده ربنا يديله الصحة 75 عام، هل أقول له اعمل رياضة ساعتين في اليوم؟ مستحيل طبعا.
الرياضه شيء بيتغير طبقا لحاله الانسان الصحيه. حد كبير في السن بنقول له امشي في البيت، حد شاب سن 20 سنه ووزنه مثلا 130 كيلو، هل مطلوب منه ان انا اخليه يعمل رياضه 3 ساعات في اليوم؟ لا طبعا. احنا بنقول الرياضه على حسب قدراتك اللي هي تقدر تعملها. بنبتدي بمعامل خفيف جدا، يعني 5 دقائق 10 دقائق ثلث ساعه ربع ساعه. وفي حاجه اسمها قوه التحمل او متوسط الشده، ده بيزيد على حسب قدرات كل شخص. الشق الثاني بتاعها كانت بتاكل العشاء بالليل ما عدا العشاء بالظبط. احنا ناخد فطار وغدا، عشاء بيبقى خفيف جدا، ده بيبقى من الحاجات الكويسه. لو انا امتنعت عن العشاء مفيش مشكله خالص، بس اكون واخده وجبه فطار كويسه ووجبه بينيه بينهم وجبه غدا، ومفيش مانع يبقى مثلا ثمره خضار او فاكهه بالليل، مفيش مشكله خالص. السؤال الثاني، هل قله هرمون الثايرويد له تاثير على ابره التخسيس التورليستي؟ والله هرمون الثايرويد طبعا طبعا، يعني هو بشكل عام ليه يعني تاثير على نجاح برنامج الدايت. يعني انا لو عندي مشكله في الثايرويد هرمون طبيعي، معدل حرق ضعيف جدا، قدره جسمي على الحرق والامتصاص ضعيفه جدا، وبالتالي المنظومه بتاعه التخسيس مش هتبقى ناجحه. الابره اللي ذكرها طبعا بياثر عليها، وبياثر عليها بشكل كبير جدا. ايه الابره دي؟ دي حاجه كده في اللوكال يعني لا يعني حاجه بتتاخد لها علاقه برفع معدل الحرق وزياده معدل التمثيل الغذائي. تمام بالظبط. طيب خلينا ننتقل لعمليا لاطباق النهارده، اطباق الاكل. استاذ ابراهيم لو موجود معانا يا جماعه بعد اذنكم. تمام. نشوف حضرتك هتنظم لنا الاكل ازاي. يعني احنا عايزين في ظل الاكل اللي موجود قدامنا دلوقتي، عايز ازاي حضرتك كده للكاميرا وتقول لنا احنا ده شكل الاكل اللي موجود في معظم البيوت. انا كان نفسي يعني كمان من الاعداد يمكن ان شاء الله في مره تانية كان يحط لنا كمان صوره للاكل الوحش اللي بيتخن او اللي بيزود في الوزن. يعني مثلا يمكن عندنا هنا لو هناخدهم بالترتيب، مثلا لو هنعمل وجبه فطار مثلا. استاذ ابراهيم جاي ساعد حضرتك، اتفضل يا استاذ. تعالى يا استاذ ابراهيم اتفضل. احنا طبعا بس عايزين نقول ان ده يعني صوره لنظام تغذيه او نظام رجيم. احنا هناخد نص رغيف هنحطه في طبق الاولاني، وليكن ده مثلا طبق الفطار، ممكن مثلا نحط معاه بضايه مسلوقه. تمام. هنحط معاه خيارايه، هنحط معاهم طماطمايه، ممكن لو ينفع نقسم نص الجبنه القريش ممكن نقسمها ونحط نصها مع الطبق الاولاني. دي وجبه فطار بالظبط. دي وجبه فطار لحد عادي، يعني الانسان عادي جدا. طبعا في حد بقى هياخد الكلام ده مسلم بيه وهيقول لك ده هو ده الرجيم. لا ده بنتكلم على الدايت، الاكل لوجبه غذائيه لشخص عايز يخس في الوزن، وليكن مثلا وزنه 90 كيلو عايزين نوصله 75. ده مثلا صوره لوجبه فطار. بنتكلم برضه يا دكتور محمد في ظل المتاح. يعني هنقول ده اكل يعني البسيط، احنا المتاح قدامنا دلوقتي نقدر نختار منه ما يناسبنا بالظبط، ونقدر نساعد نفسنا بيه بالظبط. الفطار ده طبعا ممكن ياخد بالظبط في 12 اختيار تانيين يبقوا في نفس الصوره او نفس المنظومه. ليه حضرتك اخترت الحاجات دي؟ العيش طبعا مصدر للكربوهيدرات. اخترت نص رغيف بس. ما احنا بنقول ده الافريج المتوسط، احنا اخترنا شخص عادي جدا عايز يخس 5 او 10 او 15 كيلو. يعني فين مثلا 3 اللي احنا بنكتب. انت حضرتك قلت لي عايز امثله الوجبات دايت. لا انا بتكلم مع حضرتك عشان الساده المشاهدين نوضح الامور. طيب يعني انت حضرتك لما بتفطر بتاكل كام رغيف في الفطار؟ 2. الراجل ده لو عايز يخس انا هديله في الاول رغيف ونص. تمام. ده في اول اسبوع، بعد كده هو حجم معدته زي ما اتفقنا هيتعود على كميات قليله، هديله رغيف. ده هيوصل له بعد الاسبوع الخامس او السادس، هو اوريدي هيبقى بيشبع يعني. تمام. نيجي بقى للطبق الثاني اللي هو مثلا بتاع الغدا. هناخد خس الكابوتشا هنحطه كده في الاول، هنحط برده معاه خيارايه، وليكن مثلا ده هيبقى طبق سلطه. تمام جدا. حلو قوي. هناخد معاهم الخيارايه، هنحط معاهم برده الطماطمايه الثانيه، هناخد معاهم ربع الفرخه هنحطه. حجم طبق السلطه بيبقى قد ايه في طبق الغدا يا دكتور؟ المفروض التلت بالظبط. التلت خضار بالظبط. والتلت طبعا بروتين. هو المفروض الوجبه دي يبقى معاها 6 معالق رز، يعني لو الرز غير متاح ممكن نحط نص رغيف معاهم كده. دي وجبه غدا متوازنه وكويسه جدا. ويمكن بعض الناس هيقول لك هو انا ينفع اكل فطار في العيش في الفطار؟ ينفع جدا، مفيش اي مشكله خالص. يعني ينفع نعيد نشويات تاني؟ خالص مفيش اي مشكله من اي نوع. يعني حضرتك تمام اتفضل. دي اسمها وجبه متوازنه. وطبعا لو في معانا مثلا خضار كمان مطبوخ معمول مثلا سوتيه او على البخار، شويه مثلا كوسه، بسله، فاصوليا خضراء، اي نوع، ممكن يبقى تلت الطبق ويبقى ده شكل وجبه متوازنه جدا وكويسه جدا. اللي هو بس العمود الرئيسي اللي بتعتمد عليه هو البروتين. البروتين والخضار. احنا بنقول الواحد في نص اليوم بيبقى عنده استنزاف شويه للطاقه، خاصه لو حد عامل او بيشتغل بيبقى محتاج باور، او عشان اعمل حاجه اسمها مينتيننس للباور او للطاقه. طيب لو عايز يعني اتكى على نفسي شويه او ازود شويه من افقاد الوزن واشيل النشويات في الغداء، شلناها مش هنخس، هنخس مؤقت وهنرجع نتخن تاني.
تمام. لان هيحصل فقدان للميه في الجسم، وبالتالي هفرح انا قوي بالميزان وانا كده خسيت، وانت نازل نزول وهمي، مش نازل دهون خالص، نازل ميه فقط في الجسم. يبقى اذا ما جودش من نفسي خالص اطلاقا يعني. تمام. وجبه العشاء ممكن ناخد مثلا 3 معالق فول مثلا او 4. انت ايه رايك في الفول في من حيث السعرات الحراريه؟ الفول من اجمل المصادر البروتين النباتيه الكويسه جدا، وفي يعني حكمه كده من المولى عز وجل، ان انا لو اكلت مثلا فول معاه عيش النشويات بتتحد مع البروتين النباتي وبتكمل للجسم الصوره الكامله للاسينشال امينو اسيد او للاحماض الامينيه اللي هو ما بيقدرش يصنعها، وبالتالي بتبقى وجبه متكامله. يعني حتى لو انا مش عايز، لو انا حتى فيجيتيريان او مش عايز اكل بروتين حيواني ممكن اكل بروتين. هناخد معاهم مثلا الخس تاني او الكابوتشا، بس انتوا بخلة شويه، المفروض كنا كترنا الخضار شويه. اساسي طبعا في الثلاث ممكن نحطهم كلهم، نحط ده كلهم يعني ثلاث وجبات اساسي في الخضار بالظبط. ممكن نحط بيضه معاهم كمان، ده لو شخص لسه مبتدئ دايت هنحط له بيضه عشان مشكله الجوع الليلي مشكله من المشاكل الكبيره جدا. ممكن نحط معاهم بقى يعني ممكن نحط نص رغيف كمان، ده لو شخص لسه مبتدئ في الاول مفيش اي مشكله خالص. طبعا حد هيقول لك العشاء ده كتير جدا، العشاء ده المفروض يكون الساعه مثلا 8، لو انا مثلا هنام 11 او 12 ده هيبقى اتهضم وامتص وتوظف غذائيا ومفيش اي مشكله خالص من اي نوع. وممكن نشيل النشوء بالليل، وممكن نشيل العيش بالليل مفيش مشكله. ده طبعا على حسب انهي مرحله في الدايت، او انا واصل لانهي مرحله في كام اسبوع من الدايت ونزلت قد ايه وبقالي قد ايه. يعني لو انا اتبعت النظام ده هيديني النظام التخسيس الامن اللي حضرتك ذكرته، اللي هو النظام المتوازن اللي احنا بندعو ليه وكل العالم بيدعو ليه، اللي هو التوازن الغذائي، عشان ما اخلش لا بالمنظومه الهرمونيه ولا بالمنظومه الصحيه لاي فرد. وطبعا المفروض بيبقى مع الاكل دوت المفروض بيبقى فيه ميه. تمام بالظبط. دكتور محمد، طب حضرتك انت لو لاحظت ان الثلاث الاطباق اللي قدامنا ما فيهمش تقريبا دهون، او يعني اذا كانت ربع الفرخه فهي محمره شويه فهي نسبه دهون بسيطه. تمام. فسؤال لحضرتك، هل لو انا منعت اكل الدهون نهائيا تمام حضرتك بتعتبره صح ام غلط؟ بعتبره غلط جدا، والدهون من الحاجات المهمه جدا. ويمكن احنا طبعا ما قلناش المكون، هو طبعا الفول دوت مش فول ساده خالص، الفول دوت يمكن محطوط عليه معمول بزيت حار او زيت زيتون، دي بندي الجسم حصه الدهون اللي هو محتاجها. والدهون مهمه جدا لامتصاص الفيتامينات المهمه قوي، اللي هو فيتامين A ودال وه وكاف، دي من الفيتامينات المهمه جدا عشان الصحه العامه للجسم بشكل عام، سواء سلامه النظر او الاغشيه او الاعصاب او سلامه التفكير او الناس اللي بيقوموا بوظائف ذهنيه. حذف الدهون تماما من برامج الدايت بيعمل مشاكل كتير جدا، وانا ما بنصحش طبعا خالص. ويمكن على فكره الاكل ده فيه نسبه دهون، يعني الجبنه القريش فيها نسبه دهون بسيطه جدا، صدور الفراخ فيها نسبه دهون بسيطه جدا، والبيض برضو فيه نسبه دهون بسيطه جدا. طبعا اعداد ما جبلناش الميه، حضرتك تمام. مع الاكل ده بتنصح بقد ايه نشرب ميه في اليوم؟ المتوسط يعني لاي انسان من 30 ل 35 مللي لكل كيلو جرام من جسمه، بنقول متوسط من 2.5 لتر ل 3 لتر ميه لشخص كده بنقول مثلا وزنه 80 كيلو. في يعني في ضمن الانظمه المشهوره جدا يقول لك في يوم فري في الاسبوع. عايزين نعرف اليوم الفري في الاسبوع ده انا باكل اللي انا عايزه، حضرتك معه ولا ضد؟ انا طبعا مع الوجبه الفري قلبا وقالبا، ومع اليوم الفري يوم. لا مع اليوم الفري، ما انا هوضح للناس ايه الفرق بين الوجبه الفري وايه الفرق بين اليوم الفري. اليوم الفري الوجبه الفري دي يعني لو انا عامل نظام صح ونازل عامل تارجت معين كيلو كيلو ونص 2 كيلو، بدي جسمي فرصه راحه كده ان انا اكل صنف محبب او حاجه انا بحبها، ده بيديني احساس داخلي بعدم الحرمان. يعني احنا كنفس بشريه محتاج دايما ان انا حد يطبطب عليا وحد يشجعني وحد يساعدني. الوجبه الفري دي بمناسبه مكافاه للجسم، لو انا خدتها كل اسبوع وعملت دايت 3 شهور اجمالي الدايت الثلاث شهور دول انا اكلت مثلا لو قلنا متوسط 5 او 4 اسابيع في الشهر، يعني 12 وجبه فري في الثلاث شهور. 12 وجبه هم ال 12 صنف اللي اي شخص في الدنيا بياخدهم بحريه تامه، ايا كان مع اختلاف الثقافات والعادات الغذائيه والبلاد، ايا كانت بلاد عربيه او الوجبه دي بتديني اشباع داخلي ان انا مش محروم. وليها شروط طبعا، كميه قليله من الاكل، طبق سلطه خضراء قبلها، ويفضل حاجه زي الشاي الاخضر او فنجان جنزبيل بعدها، ده بيساعد في حرقها بشكل كويس. ده الوجبه الفري. اليوم الفري بقى ده احنا بنسميه الشيتنج دي، كل حد ماشي على دايت فتره معينه ايا كانت الفتره دي طالت او قصرت، بنقول شهر متوسط شهر لست شهور، محتاج يوم يبقى حر فيه الاختيار. اختيار ايه؟ اختيار نوعات الفطار، اختيار نوعات الغداء، اختيار نوعات العشاء.
ولكن في خلال المنظومة اللي هو خضها 3 شهور 6 شهور بقى عنده علم بالأكل الصحي. أكيد طبعا. فأنا بختار نوعيات أكل صحية وممكن أعمل دمج غذائي ما بين نوعيات أكل مختلفين. اليوم ده بيبقى راحة تامة للجسم البشري، وخاصة إن بيحصل تناقص طبيعي. المعامل التمثيل الغذائي اللي هو السلوينج الميتابوليزم الطبيعي نتيجة تغير في عادات الأكل، فبعمل تشجيع تاني للتمثيل يعني الغذائي وبرفع معدل الحرق. موافق على الفريق؟ موافق جدا طبعا. الأستاذ انتصار معانا. ألو السلام عليكم. ألو قطع التند أستاذ انتصار، ماشي حاول تصلنا تاني. دكتور محمد، بنسمع كتير في الميديا في السوشيال ميديا عن الألياف المشبعة. تمام. ألياف تدوبها في المية تنفخ بطنك تملالك بطنك، بطنك مليانة مش هتاكل. تمام. ولو راجل كل. رأي حضرتك. الألياف ليها دور، أخدها في الأكل يعني. أنا عندي الخس فيه ألياف، عندي الخيار فيه ألياف، عندي العيش في الردة فيه كمية ألياف. هي بس التضخيم للحاجات يعني، مش مع ولا ضد. انا مع الالياف الطبيعيه طبعا طبيعية. ولكن حتى المصنعه منها او في اكياس او معباه لازم تبقى تحت اشراف طبي. بيقولوا لي اسالك حضرتك على المشروبات زي الكمون والجنزبيل والقرفه والليمون اللي بتشرب على النوم الصبح. اي مشروب عشبي انا معاه قلبا وقالبا. لا يفضل خلط الاعشاب بشكل كبير. قرفه مع جنزبيل لا. كمون مع ليمون مع شمر مع بردقوش مع نعناع لا. كل الاعشاب كلها مفيده للانسان. زيوت طياره، مضادات اكسده، فيتامينات، معادن، كلها مفيده. على الريق لا يفضل، يعني يفضل كوبايه ميه على الريق بس. قبل ما نختم الاسئله اللي معانا دكتور محمد، الكيتو دايت هو الافضل والاسرع من حيث النتائج؟ غير متفق تماما. وان كان الكيتو دايت ليه مدارس كتير جدا وناس معاه وناس يعني، انا للاسف قلنا حالات معينه هي اللي يصلح لها الكيتو دايت، حالات مقاومه الانسولين، حالات الأطفال اللي هم عندهم مشاكل الصرع أو عندهم مشاكل عصبية يصلح معاهم. مش كل الناس، وهو مش الأفضل خالص. الأفضل هو الرجيم المتوازن الصحي. لابد من استخدام فيتامينات أثناء الدايت؟ على حسب نوع الدايت. لو الدايت بتاعي قاسي، وعلى حسب أنا المونيترينج آي بتاعتي أو تقييمي أنا للشخص اللي قدامي. وكل نقص فيتامين ليه علامات معينة بتبقى على الجسم واضحة، علاوة طبعا على تحليل الفيتامينات. بنديها في المطلق ممكن، مفيش مشكلة، بعض المكملات بتنفع مع الدايت. هوس الميزان والتوقع الخيالي والسريع في انقاص الوزن واحد من اهم فشل نظام التخسيس. طبعا اللي بيتعلق بالميزان بشكل كبير للاسف بيفشل، لان اصلا وزن الانسان طبيعي بيتغير في اليوم نتيجه حاجات كتير جدا. يعني انا لو الصبح 80 كيلو ممكن اخر اليوم ابقى 82، فده طبيعي جدا. التوقع الكبير لنزول الوزن ده بينجح بيفشل الدايت بشكل كبير جدا. اخر سؤال، الكميه ولا عدد الوجبات ايهما افضل للتخسيس؟ الاثنين طبعا. التخسيس الامن الصحي هو كم وكيف صحي، يعني كميات اكل قليله زي ما احنا شايفين، والكيفيه او الطريقه نوعيه الاكل تبقى صحيه. الاثنين مطلوبين جدا في برنامج يعني دايت. يعني استعمل الاثنين، الكم والكيف وجوده النوعيه، هو ده اللي بينجح الدايت بشكل كبير جدا. ده كان سؤالنا للساده المشاهدين في بدايه حلقتنا. في اعتقادك ما هي اما اسباب فشل البعض في انظمه التخسيس؟ الإجابة الاستعداد الرأس 9.5%، إغفال الرياضة 40%، اتباع حمية خاطئة 42%. تعليقك إيه على رأيك؟ أتفق بشكل كبير جدا، وبحيي طبعا كل الناس اللي صوتوا. عدد مش قليل يعني. طبعا اتباع حمية خاطئة أو رجيم خاطئ من أحد أهم أسباب فشل أي برنامج غذائي لإنقاص الوزن. تمام. وإغفال الرياضة طبعا، وإن كان على فكرة يعني النسبة أنا بتفق معها جدا، إغفال الرياضة أو إهمالها تماما 0% رياضه ما بينجحش الدايت بشكل كبير جدا. دكتور محمد خيري، استشاري التغذيه العلاجيه، انا بشكر حضرتك جدا، حلقه مميزه جدا جدا، بنستمتع على المستوى الشخصي بوجود حضرتك معانا. اشكرك يا دكتور علي. نلتقي في حلقات اكثر تميزا جدا ان شاء الله بوجود حضرتك. شكرا جدا على وجود حضرتك معانا النهارده. دي كانت حلقتنا النهارده، ارجو ان احنا جاوبنا على سؤالكم. مش عارف اخس، مش عارف اخس ليه؟ عشان انت مش ماشي صح. مش عارف اخس ليه؟ عشان انت مش ماشي مع حد متخصص. عشان ما بتلجأش لأهل التخصص وأهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أشكركم، كنت معكم دكتور علي الندى، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من لا بأس.